بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينتهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. كلام إمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو معادلة تعني بأسباب ونتائج كربلاء وشهدائها، والشهادة عنوان عقيدي يتوجب علينا قراءته عقيديا وبعديا عن التغليف السياسي لمجتمعاتنا، لأننا بقراءتنا السياسية لها نجعل منها ثمنا بخسا في السوق السياسية والمتزلفين. وأحق قراءة للشهادة هي القراءة الكربلائية، حيث يتجلى قانون الشهادة وأسبابها ونتائجها ضمن الرعاية الربانية للعباد. ولذلك كان الشهيد هو ضمير الأمة وميزان وعيها ومحرك قدراتها وفق هوية إسلامية ترعى وتحترم مقدرات الشعوب. هذا وللشهيد ثلاث إعلانات تجعله يرتكز على قيادة المجتمع. الشهيد إعلان عن وجود طاغوت. أن يتوج الشهيد بشهادته، هذا يعني عن وجود نظام ظالم يحكم المجتمع. ولذا يكون الشهيد هو بداية الإعلان الصريح الفاضح عن نظام الطاغوت وحقيقته. وهذا إعلان مهم، لأنه يكشف الحقيقة للمجتمع بالرغم من التدليس والتجميل الذي ينتهجه مجتمع المصالح الذي يعمل تحت غطاء النظام وتحت تكليفه. وبهذا يكون الإعلان الأول للشهيد إعلانا عاما عن وجود الطاغوت وحقيقته المغيبة. الشهيد إعلان القيم والمبادئ. خروج الشهيد لميادين المواجهة هو عملية أساسية تعني بوجود قضية وحقوق مسلوبة، وكذلك تعني بوجوب التكليف الشرعي في أبسط عناوينه المجتمعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الإعلان هو أول انتصار للشهيد بتثبيت القيم والمبادئ لسن ثقافة ووعي التغيير وإسقاط الطاغوت. الشهيد إعلان صحوة الضمير، ويشكل هذا الإعلان أكبر هموم الطاغوت بعد وهمه بالقضاء على الشهيد، حيث تكون شهادة الشهيد صاعقا في الضمير الحي وتنبيها لحقيقة مأساة ومصير المجتمع تحت حكم الطاغوت. وهذه نقطة بداية خلود الشهيد، وكذلك تكون نقطة بداية سقوط الطاغوت ونظامه. تلك إعلانات برسم الشهيد وتمهيد لنصره الذي بذل فيه دمه الطاهر، ولكنها لا تكتمل إلا بإعلان المجتمع عن فهمه لرسالة الشهيد وإبقاء قيمه ومبادئه قيادة لنهضة شاملة تقلع الطاغوت من جذوره، وبالقصاص الحق الذي يكتب الحياة ويكون علامة تحمل مسؤولية المجتمع لدمائه ولحقوق الشهيد. شهداء النويدرات على مر هذه العقود شكلوا هذه الإعلانات، فكانوا طود شموخ العزة مقابل نظام الطغاة الخليفيين، وكانوا نواة للرفض المجتمعي وناقوس بيان خطورة نظام هذه العائلة المارقة. فمنذ انتفاضة مرهون وسرحان وحتى قصاص قنبر فغيلة الستر، كلها دماء كانت برسم الطاغية الخليفي وقبيلته وتاريخه الدامي القائم على القتل والسلب والنهب.
لهذه الأرض الموالية، ولكن كان النهوض بالمجتمع البحراني هو الأثر الأبقى الذي يعجز الطاغوت عن القضاء عليه، وهذه حقيقة أنهم أحياء عند ربهم. من هنا يتوجب أن تكون قراءة الشهيد قراءة عقيدة خالصة، لأنها تشكل حصنا منيعا للأمة من ثقافة الطاغوت، وللحفاظ على قيمها ومبادئها الإسلامية قبال كفره، ولكسر سياسة العبودية والاستسلام مقابل مجد ثقافة كربلاء، حيث المقاومة والرسالة الحسينية الخالدة أن هيهات منا الذلة، رسالة تتردد إصداؤها جيلا بعد جيل. شباب النويدرات، 25 من مارس 2014.